السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحلة إلى الريف، نص شعري. صاحب النص أحمد عبد المعطي حجازي، وهو شاعر وناقد مصري مزداد سنة 1935 كما هو مبين، وعندنا معلومات عليه في الصفحة 170. ناخذ المعلومات اللي زايدة في هذا الفيديو نزيدوهم على هذا، لناخذ بعض المؤلفات مثلا. إذا مصدر النص، نص مقتطف من ديوان أحمد عبد المعطي حجازي الصادر عن دار العودة ببيروت سنة 2001، الصفحة كما هي مبينة. ملاحظة النص، تحليل النص. تركيبين عنوان جملة اسمية، الرحلة إلى الريف، جملة اسمية من مبتدأ وشبه جملة اللي هي إلى الريف متعلقة به، والخبر محذوف تقديره مريحة، يعني الرحلة إلى الريف مريحة، الخبر هو ذاك المحذوف اللي تقديره مريحة. يدل العنوان على أن هناك من قام برحلة من الريف، لكننا نجهل سبب هذه الرحلة ونقطة انطلاقها والغرض منها والمشاركين فيها والوسيلة المستخدمة للتنقل. بداية القصيدة تفصح بداية النص عن نقطة انطلاق الرحلة، وهي محطة مسقوفة في وسط المدينة، محطة في أسفل المدينة، في أسفل المدينة مسقوفة. إذا تعليق الصور، صورة فوتوغرافية لقطار وهو يخرج من نفق عابر المنطقة الريفية، مما يدل على أن القطار قد يكون هو وسيلة الانتقال من الريف إلى المدينة. فرضية النص، من خلال تحليل العتبات النصية نفترض بأن الشاعر سيحدد أسباب مغادرة المدينة، أن الشاعر سيبين غرض من الرحيل إلى الريف، أن الشاعر سيقارن بين المدينة والريف. ثالثا، فهم النص، الشروح اللغوية، شيعته ودعته، أجفلت فزعت. مضمون العام للنص، وصف الشاعر لفرار الناس وهم متعبون من ضغط المدينة وضجيجها إلى هدوء الريف وطبيعته. المضامين الجزئية، مقاطع، عندنا ثلاث مقاطع والمعاني ديالها. إذا من 1 إلى 13، وصف الشاعر لمحطة القطار وحزن المسافرين وهم ينتظرون لحظة انطلاقه. 14-24، وصف الشاعر لانهيار ركاب القطار وتعبهم بعد يوم شاق في المدينة. من بيت 29 إلى 31، وصف الشاعر للتأثير السلبي لدرجة القطار على عناصر الطبيعة في الريف. وصف الشاعر للتأثير السلبي لدرجة القطار على عناصر الطبيعة في الريف وحزن القطار على عودته إلى المدينة. تحليل قصيدة، نلحق الدلالة عن حقل الحزن وحقل الحركة. بالنسبة للحزن، درجة حزينة، عذاب الانتظار، الانكسار، الكل متعبون، تهدموا على جدار، في أسى، أجفلت. حق الحركة، المسافرون، تحصي، سارة ثم سارة، غادر المدينة، اللحاق، العائلون، تفرق. يبدو أن الحزن والكآبة التي سببها ضغط المدى أدى لإسحار سكان المدينة هربا منها إلى الريف. تعبير المجازي، ومن أمثلتي في النص، تحصي عذاب الانتظار، تغزل النفوم، من مطحن الأعصاب، من مائدة القمار. تشبيه، أن مشبه ومشبه به أداة تشبيه ووجه الشبه. إذا المسافرون هم المشبه، المشبه به هي العجائز، الأداة هي كأن المسافرون عجائز، كأن وجه الشبه هو انهيار. مسافرون هو المشبه، المشبه به مهاجرون، وعندنا الأداة دائما كأن وجه الشبه التكدس، المسافر كأنهم جرحى، وجه الشبه العودة من الحرب. مقصدية النص، موقف الشاعر وما يدل عليه. عندنا المدينة، الموقف ديال الشاعر، المدينة مصدره للضغط النفسي والجسدي والتلوث البيئي، ما يدل عليه مطحن الأعصاب، الكل متعبون، شوارع الغبار. قيم النص، قيمة سكانية، أهميته الاستجمام للتخلص من ضغط المدينة. واحد تركيبنا ديال النص، يستهل الشاعر قصيدته بوصف محطة القطار التي توجد أسفل المدينة، مما يجعلها مظلمة تحتاج للإنارة طول النهار، كما وصف المسافرين وهم ينتظرون في هم وحزن انطلاق القطار الذي ينطلق مخلفا حسرة في قلوب من لم يستطع اللحاق به، لتنتقل عدسة الشاعر إلى وسط القطار واصفا
المسافرين المتعبين المنهارين من ضغط المدينة وضجتها وتلوثها، وما إن يصل القطار إلى الريف حتى يؤثر سلبا على كل عناصر الريف من طيور وأغصان، فهو ضيف غير مرحب به في هذا المدن، مما يضطره إلى الرحيل حزينا عائدا إلى المدينة. صلوا وسلموا على رسول